السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين حيثما كنتم وأينما تواجدتم، أهلا وسهلا بكم في قناتي دروبي للإبداع. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بأعزائي المتابعين الكرام في العدد الجديد من برنامجنا كلمات ليست كالكلمات. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد، فالحمد لله. أسوأ الناس خلقا من إذا غضب منك أنكر فضلك، أفشى سرك، جحد عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك. صادق صديقا صادقا في صدقه، فصدق الصداقة في صديق صادق. دليل الطاعات: الصبر طاعة القلب، التفكر طاعة العقل، الصلاة طاعة الجسد، الذكر طاعة اللسان، غض البصر طاعة العين، الزكاة طاعة المال. لماذا صبر أيوب؟ لماذا خرجت مريم إلى الناس بطفلها؟ لماذا لم يخاف إبراهيم من النار؟ لماذا لم ييأس يعقوب؟ لماذا لم يستسلم يونس؟ لماذا لم يحسن نبينا وصاحبه في الغار؟ لأنهم بكل يقين أحسنوا الظن بالله. يقول ابن القيم: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. لذلك افرحوا واستبشروا وتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بما عند الله وتوكلوا عليه، وستجدون السعادة والرضا في كل حال.